اخترت الاهلي بنص الفلوس دي؟ ده انا النهارده كنت خلص المكالمه معاهم، تاني يوم على طول كان احمد ايهاب بيتكلم معايا بيقول لي احنا خلاص ظبطنا الدنيا مع الاهلي. قلت له يلا بينا دلوقتي حالا، بس فرحت الاهلي على طول، وده احسن حاجه في حياتي عملتها. احسن حاجه في حياتك؟ في حياتي. انت مبسوط ان اشتريت الاهلي بكل العروض دي؟ فانا اسعد واحد في الدنيا، حتى انا ما كنتش بلعب على فكره. يعني انا كنت دايما شايف نظره بعيده اللي في حياتي مع النادي الاهلي، ان انا هبقى حاجه كبيره قوي في النادي الاهلي. ورايح في السكه دي؟ الحمد لله خلاص. يعني كان معاك الفلوس وكنت بتدلع ولا كنت بتلمهم؟ لا كنا في لم كده حلوه شويه يعني.